ابنه بنت الحبيب الرقيق. هي اعلم النساء قاطبه في امه محمد صلى الله عليه وسلم وفي سائر الامم. رايتك في المنام ثلاث ليال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قد تقدم اليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله انما انت اخي. قال عليه الصلاه والسلام: انا اخوك في دين الله عز وجل وهي حلال لي. مع الصديقه بنت الصديق، مع الحبيبه بنت الحبيب الرقيق، انها الطاهره التقيه، انها الزاكيه الزكيه، انها الراضيه المرضيه، انها السهله السريه، انها السمحه السخيه، انها الساجده الصائمه التقيه، انها الحصان الرزان المبرأه من السماء، انها اديبه الادباء وخطيبه الخطباء وفقيهه الفقهاء وبليغه البلغاء وفصيحه الفصحاء ومحدثه المحدثين الاتقياء، الحصان الرزان المبرأه من السماء، انها حبيبه سيد المرسلين المبشره بصحبته في جنه رب العالمين، انها عائشه ام المؤمنين. عاشت عائشه بعد النبي صلى الله عليه وسلم 50 عاما. الله، طب هي عمرها عاشت قد ايه العمر كله؟ 68 سنه. الصديقه بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وارضاها، انها ام عبد الله الطاهره المطهره من فوق 7 سماوات. هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وهي زوج النبي في الاخره، لابد نفهم هذا. بل هي احب النساء الى قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وما احب النبي صلى الله عليه وسلم امراه قط مثل ما احب عائشه. السيده عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين امنا. جاء في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتك في المنام 3 ليال، جاءني بصورتك جبريل في خرقة حرير يقول: هذه امرأتك. فأكشف عن وجهك فإذا هي أنت، فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه أي يحققه. اسمع: وكانت الرؤيا وحيا. وفي رواية الترمذي أن جبريل جاء بصورتها أي بصورة أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها في خرقة حرير خضراء، وقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. عقد الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وعمرها 6 سنوات وبلى بها وهي بنت 9 سنين، فكانت رضي الله عنها قد شبت شبابا حسنا رضي الله تعالى عنها. ولكن أود أن أقول بأن البنت في مثل هذا السن في بيئة العرب كانت مهيئة للزواج، ولم تكن عائشة أول ولا آخر من تزوجت في هذا السن المبكر، وهي أكثر من تبسط النبي صلى الله عليه وسلم معها، ولعلها هي أكثر من نقلت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت مجتهدة، وكانت إمامة، وكانت فقيهة، وكانت عالمة، وكانت محدثة، وكانت تستدرك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تستدرك يعني يمسك عليهم أخطاء ما يسمع منها حتى يعود إليه كل ينيب. ولذلك كان مشيخة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعودون إليها في الفرائض، يسألوها ما يعرفوش مثل ما هي تعرف. ولو أن نساء الأمة ومعهن أمهات المؤمنين، وإن عطفت وأمهات دون ومعهن وأمهات المؤمنين، لو نشر علمهن لفاق علم عائشة هؤلاء جميعا. قال الذهبي: مسند عائشة رضي الله عنها يبلغ 2210 أحاديث. قال الإمام الذهبي رحمه الله: كانت بيضاء جميلة، ولذلك قيل لها الحميراء، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، هي الوحيدة البكر التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب امرأة مثل ما أحبها. في مسند الإمام أحمد وغيره من حديثها رضي الله عنها قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال للصحابة: تقدم، ثم قال: تعالي أسابقك. قالت: فسابقته فسبقته. قالت: فتركني حتى حملت اللحم ونسيت. حملت اللحم يعني بدنت ونسيت. وكنا في سفر فقال للجيش: تقدم، ثم قال لي: تعالي أسابقك. قالت: فسابقته فسبقني. فجعل يضحك ويقول: هذه
هذه بتلك. فأرجو أن تستحضر حجم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المكلم من ربه، ولا يوجد رجل يمشي على الأرض بقدمين مثله أبدا، وهو المحمل بعباء أمة بكاملها، ومع ذلك يفرغ من صدره لعائشة رضي الله عنها. والله لقد مات النبي ورأسه في صدر عائشة. أسألكم بالله، هل في الدنيا، هل في الدنيا كعائشة؟ هنيئا لك يا بنت الصديق، هنيئا لك يا بنت الصديق، أقولها بملء فمي، وأود أن تسمع الدنيا كلها بتجرد وعدل وإنصاف لتعرف قدر الصديقة بنت الصديق، العتيقة بنت العتيق رضي الله عنها وأرضاها.